طالب بتوسيع دائرة إصلاح ما فسد في زمن سابق بإصدار قرارات مشابهة لكل من يتعرض لتلفيق قضايا سياسية أو قضايا تتصل بالحرية أو تتصل بمعارضته للنظام الصحي. هو القرار نصه قرار بإسقاط العقوبات والعقوبات التبعية صادر بقرار جمهوري من المجلس الأعلى أعمالا لنص الفقرة 9 من المادة 56 في الأعلام الدستورية. والقرار في مضمونه بيقول أنه يسمح بيا أو طب ممكن نكمل المضمون يا دكتور؟ مضمون هذا القرار مضمون هذا القرار أنه يسقط العقوبات التبعية الصادرة